هذا اللقاء هذا هو كاين دارج اولا فواحد تقديم وقراءه ديال الكتاب الجديد اللي خرج حول موضوع حفريات صحفيه من المجله الحائطيه الى حائط الفيسبوك. هو في الحقيقه الكتاب كيتمحور حول فكره اساسيه هي اثاره انتباه الدور ديال الصحافه والاعلام في المرحله الراهنه من خلال واحد تقريبا ما يناهز واحد 100 نص اللي فيها بطبيعه الحال وجهه نظر حول عدد من القضايا خاصه اللي عرفها المغرب ما بين ما بين ما بين 2018 و2022 واللي هي كتمحور بالدرجه الاولى حول الموضوع ديال الصحافه والاعلام وشنو هي الادوار اللي ممكن يقوم بها الاعلام خاصه بارتباط بالتنميه المستدامه باشكالها ليس فقط الجوانب الاقتصاديه ولكن كذلك الجوانب الاجتماعيه. كذلك ان الكتاب كثير اشكالات متعدده حول اولا واقع الصحافه والاعلام في المغرب ولكن كذلك في نفس الوقت فيه بعض المواضيع اللي هي بمثابه استشراف للمستقبل خاصة في ظل التحولات المتسارعة اللي كيعرفها المجتمع المغربي وكذلك من خلال التحولات اللي كيعرفها الإعلام في ظل الثورة التكنولوجية اللي فرضات واحد تحديات جديدة مشاكل جديدة ولكن هذه التحديات التكنولوجية هي أغلبيتها إيجابية لأنه أولا رفعات السقف ديال الحريه ديال التعبير ديال ليس فقط بالنسبه للصحفيين والاعلاميين ولكن كذلك بالنسبه لا بغينا نقولوا للجمهور بصفه عامه. اذا الكتاب كخلاصه كما اعتبره عدد من الدارسين هو بمثابه رحله تاريخيه في مجال الاعلام والصحافه وكذلك هي واحد المساهمه لا بغينا نقولوا نقدروا نقولوا بان مساهمه متواضعه اولا في ملء الفراغ اللي كيعرفوا الجانب ديال الكتابه في المجال ديال الاعلام والصحافه وكذلك هو واحد الرساله بالنسبه للزملاء الصحفيين انهم يكتبوا التجارب ديالهم لان مهمه اولا بعدا كتوثق التطور اللي وقع في الجانب ديال الاعلام ولكن في نفس الوقت كتساهم في حفظ الذاكره ديال الصحافه والاعلام في المغرب. نصادروا شي مولود جديد ولا الان انا بصدد بطبيعه الحال في قيد الطبع بغينا نقولوا قيد الطبع ديال واحد ثلاثه ديال الكتب. الكتاب الاول ويتعلق بالعلاقه ما بين الصحافه والسياسه سميتو العقل الصحفي والسياسي. هل هما خطان متوازيان يلتقيان او لا يلتقيان. الكتاب الثاني هو كتاب حول رؤيه علال الفاسي للمساله الاعلاميه والكتاب الكتاب الثالث في الحقيقه هو كتاب يتعلق بجانب الاعتراف وهو حول المرحوم محمد العربي مساري المسار ديالو وامتدادات ديالو. اللقاء ديال اليوم الذي تحتضنه النقابة الوطنية للصحافة هو تقديم لكتاب للدكتور جمال محافظ حفريات الصحافة من المجلة الحائطية إلى الفيسبوك. كلمة الحفريات تعني شيء الكثير. الحفريات فيها عملية التنقيب والتنقيب يحتاج إلى أدوات التنقيب نعم ولكن أيضا أدوات التحليل والفهم والتأويل والوقوف عند الدلالات والرموز وهذا هو التمرين اللي قام به الدكتور جمال محافظ موفقا لأنه من خلال تجميع لمجموعة من المقالات ولكن أيضا لتوطئة من أساتذة اللي قرأوا مجموع المقالات وحاولوا يستخرجوا منها تاريخ الإعلام في بلدنا تاريخ الإعلام المكتوب والسمعي البصري ولكن أيضا الصحافة الإلكترونية فيما تعرفه اليوم من التحولات. هذا المحاولة ديال التاريخ فيها محاولة الفهم العلاقة أولا بين مجال الإعلام وبين البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن البيئة العامة بشكل عام أشن هي العلاقات التي تربط الإعلام بكل هذه العوامل وشن هي أوجه التفاعل بينتهم كيف يؤثر الإعلام بمضامينه وبمحتوياته
في المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولكن أيضا كيف تؤثر البيئة في الإعلام في أدواته ووسائطه وعلاقته مع مختلف المؤسسات. نعتقد أن هذا التمرين كان تمرين ناجح، وتم فيه التوقف أيضا على لحظات مهمة في تاريخ الإعلام، بدءا بمرحلة الاستعمار ثم مرورا بمرحلة الاستقلال، وتم أيضا التوقف على المرحلة الراهنة اللي ظهرت فيها وسائل جديدة للتواصل اللي خلقت علاقات جديدة للمواطن مع الإعلام، وعلاقات جديدة للإعلام أيضا مع محيطه ومع مختلف أدوات التدخل ومختلف أدوات الإخبار. فكنعتقد أن عملية الحفر كانت ناجحة بامتياز، وكنعتقد بأن هذا المؤلف يستحق أن يشكل موضوع دراسات ولقاءات أخرى تتعمق أكثر في مضامينه. هذه مبادرة اللي أسست لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللي تندرج في إطار تشجيع المقرؤية وتشجيع الزملاء المبدعين والكتاب والكاتبات الصحفيين، تقام مرة في كل شهر، ترنا مجموعة من الكتب في الشهور الماضية، والتجربة تلقى نجاحا وقبولا من لدى الزملاء والزميلات، وتأتي كما قلت في إطار تشجيع المبدعين في كافة المجالات خاصة من جانب الصحفيين. الاحتفاء ديالنا بهذا الكتاب ديال الأستاذ جمال محافظ اللي هو كتاب حفريات صحفية الذي يغوص في عمق العمل الصحفي ويؤرخ فعليا لمرحلة طويلة من العمل الصحفي. الأستاذ جمال معروف بالدقة دياله، معروف بالإبداعات دياله، تكون دائما مبتكرة ومبدعة ومفيدة في نفس الوقت. كنحتضنوا اليوم في مقر النقابة الوطنية الصحفية للتعريف بهذا الكتاب والزملاء والزميلات ومن خلالهم الرأي العام والقراء والمهتمين، لأنه كاين إبداع لابد من الانتباه إليه، ونتمنى أنه تكون استضافة أطر ومثقفين وكتاب آخرين في هذه السنة التي حددتها النقابة، اللي نتمنى أنه تبقى مستمرة مع المكاتب التنفيذية القادمة تحافظ على هذا العرف وهذا البادرة اللي أثارت اهتمام الكثيرين، وكثير من الكتاب يطلبون أن يمروا في هذا اللقاء. يمكننا أن نطوره أكثر من مبادرة في الشهر، وكنتمنى أنه ما يبقاش حبيس مدينة الرباط، لأن كان حتينا الفروع ديالنا في مختلف الأقاليم أن تدير مبادرات مماثلة، وفعلا بدأت مجموعة من المبادرات على مستوى مجموعة من الأقاليم، خاصة حين يتواجد مكاتب النقابة الوطنية للصحافة المغربية.